مساء القطايف واللطايف. بيبدأ فيلمنا مع طفل سهران لوقت متأخر وبيبقى بيقرا قصة، وبيدخل عليه والده وبيسأله ليه صاحي لحد دلوقتي، فبيرد عليه الطفل وبيقول له إن الرعد اللي بيعمله العمالقة هو اللي صحاه. ولما بيقول له والده مين اللي قال لك الكلام ده، بيرد عليه الطفل اللي بنعرف إن اسمه جاك وبيقول له إن كتاب والدته هو اللي بيقول كده، وبيطلب جاك من والده يكمل له القصة، وفعلا أبوه بيكملها له وبيقول له إن الرهبان كانوا عايزين يوصلوا للسماء فاخترعوا بذور سحرية علشان تنبت وتوصلهم، وفعلا لما البذور بتنبت بيوصلوا لارتفاع عالي وبيلاقوا بلد فيه عمالقه، وبنعرف ان البلد دي اسمها جانتو. وبعدها العمالقه بيرموا الرهبان وبينزلوا للارض باستخدام النبات اللي نبت من البذور السحريه، وفعلا بيقدروا ينزلوا للارض وبيدمروا اغلب اللي فيها. وبعدها بيروح لست بتكمل القصه ولكن لطفله، وبتقول لها ان في مشعوذ قدر ان هو يلقي سحر على عملاق وبيقدر انه يوقعه وبياخد قلبه وبيزوبه وبيعمل منه تاج، وساعتها العمالقه بقوا خدام ليه وقدر انه يرجعهم للمكان بتاعهم. وبعد بعدين امر بقطع النبات السحري اللي بيوصل ما بيننا وما بينهم علشان ما يقدروش يرجعوا. وبنعرف ان كان في بعض البذور السحريه لسه موجوده، وعلشان محدش يستخدمها قرر الملك ايريك ان هو يدفنها معاه، وبياخد كمان التاج علشان محدش يرجع العمالقه. وبنرجع لابو جاك اللي خلص له القصه وبيقول له جاك ايه اللي يحصل لو العمالقه رجعوا، وبيرد عليه والده وبيقول له ان حراس الملك هيقدروا يرجعوهم لمكانهم. وبيقول له جاك ان هو نفسه يبقى حارس من حراس الملك، ولكن والده بيقول له انك لازم تكون من سلالتهم علشان تقدر تبقى حارس من حراس الملك، وبيقول له انك للاسف ما تقدرش واننا من سلاله الفلاحين. وقبل ما بيخرج بيقول لجاك انها كانت مجرد قصه وان اصلا العمالقه مش موجودين. Father, how do you know giants aren't real? I don't. وبنرجع للام اللي بتكمل القصه لبنتها، وبنعرف ان الطفله من سلاله الملك وان اسمها ايزابيل. وبعدين بنقدم لعشر سنين قدام وبنشوف جاك اللي بيشتغل في نفس مهنة والده، واثناء شغله بيلاقي مسرحية للعمالقة بتتعرض فبيدخل علشان يحضرها، وبيشوف بنت بتلفت انتباهه بتحضر المسرحية، وبيلاقي جماعة بيضايقوها وبيحاول انه يدافع عنها وبيبقى متوتر، ولكن فجأة الجماعة بيحترموه، واول ما بياخد الثقة بنفسه بيتضح له ان وبعدها بتركب البنت مع حراس الملك وبتمشي. وبنروح لقصر الملك وبنشوف ويكي بينادي على رودريك وبيقول له ان الملك عايز يشوفك لان الاميره هربت مره تانية، وبيساله ويكي وبيقول له تعمل ايه لو هربت وانتوا متجوزين، فبيرد عليه رودريك وبيقول له I have bigger plans. واثناء طريقهم بيقابلوا راهب بيبقى متوتر، وبعدين بيدخل رودريك لمكتبته اللي بتبقى متدمره وبيدور على تاج الملك ايريك وبيلاقيه، ولكنه بيعرف ان الراهب سرق حاجه غاليه من عنده، وبيقول للحراس يقفلوا ابواب المدينه لحد ما يلاقوا الراهب. وبنرجع لجاك اللي بيعرض الحصان بتاعه للبيع، وبيقابله الراهب وبيقول له يبيع له الحصان بتاعه مقابل بذور فاصوليا، وبيعرفه انها بذور مقدسه من زمان، وبيقول له يوديها لرئيس الكهنه وهو هيديك فلوس كتير، وبيحذره وبيقول له ان مهما حصل. وبعدين بياخد الحصان وبيهرب وبيجري وراه حراس الملك. وبعد مطاردة كبيرة بيقدروا ان هم يقبضوا عليه. وبنرجع للاميرة اللي بنعرف انها كانت الطفلة ايزابيل اللي امها كانت بتحكي لها القصة في البداية، وبنعرف كمان انها هتكون الملكة المقبلة بعد ما ابوها ابراهام ويلي يتوكل، وبتقول لابوها انها ما بتحبش رودريك وانها مش عاوزة تتجوزه، ولكنه بيرد عليها وبيقول لها ان لازم اللي يتولى امور المملكة يكون راجل. وبنروح لجاك اللي بيهزقه صاحب شغله على انه باع الحصان مقابل فاصوليا، وبيبقى الراجل متعصب وبيرمي البذور، وبيقدر جاك انه يجمعهم الا واحدة بتاع تحت بيتهم. وبعدها بتكون الدنيا بتمطر، وبيخرج صاحب شغل جاك من البيت اللي هم فيه، وبنشوف الملكه ايزابيل بتكون متنكره وبتروح لبيت جاك، واثناء كلامهم بيكون المطر قرب من بذره الفاصوليا. وبعد ما بيتكلموا مع بعض بنلاقي جاك عارف انها الاميره ايزابيل يوهانس، وفجاه بنشوف المطر وصل لبذره الفاصوليا والبيت بيتهز. وبتطلع نبتة ضخمة جدا تحت البيت، وبتقدر النبتة انها ترمي جاك بره البيت وبتحبس الأميرة ايزابيل جوه. وبيقدر جاك ان هو يوصل للبيت، ولكن النبتة بتكون بترفعه لفوق وبتحاول ايزابيل انها تدخل جاك جوه البيت، ولكنه بيقع وبيغمى عليه.
وبعدين بيفوق جاك وبيكون الملك وحراسه موجودين وبيسألوه بتعمل ايه بسوار الاميره، وبيرد عليهم جاك وبيقول لهم ان هو ما سرقوش، وبيحكي لهم على كل اللي حصل وانها لما حاولت تطلعه للبيت وقع منها الصور بتاعها. وبعدين بيقول الملك لرودريك ان هو يجمع رجالته علشان يتسلقوا النبتة ويجيبوا بنته، وبيقول لهم جاك ان هو عاوز يتطوع معاهم، وفعلا بيبدأوا في التسلق وبتبقى المسافة كبيرة جدا، وبعد وقت طويل بيقدروا اخيرا ان هم يوصلوا لمكان غريب موجود فوق. وبيطلعوا للمكان واثناء مشيهم بيهدد كل من رودريك وويكي جاك، وبيقول له رودريك اديني باقي بذور الفاصوليا السحريه، وبيقول له ان هو لو قال لحد هيقتله، وفعلا جاك بيديهم ليه ولكنه بيقدر يخبي بذره واحده وبيحتفظ بيها. واثناء بحثهم على ايزابيل بيلاقي جاك دليل على مكانها وبيقول ان اثارها اختفت هنا، وان ده معناه ان في حاجه سحبتها لفوق. وبيتقسموا الرجاله الفريقين، فريق بيكمل الطريق لفوق والفريق الثاني بيكمل الطريق لقدام. وبنروح لجاك والجماعه اللي معلم بيشوفوا خرفان، ولما بيروح لهم جاك والحارس اللي معاه بيقع على الفخ، وبيقدر الحارس التالت انه يفكهم، ولكنهم بيحسوا بحركة في المكان وبيستخبى كل واحد منهم في مكان مختلف، وبيلاقوا عملاق جاي عليهم وبيبقوا مصدومين ان القصص طلعت حقيقية. وبيقدر العملاق ان هو يشوف حارس منهم ويمسكه، ولما بيحاول الحارس التاني انه يساعده بيضربه العملاق بكل سهولة وبياخدهم هما الاتنين معاه وبيمشي من المكان. وبيطلع جاك من المكان اللي كان مستخبي فيه وبيمشي ورا العملاق علشان يعرف هو واخدهم فين. وبنروح لرودريك وويكي والحارس اللي معاهم، وبيبقى رودريك عايز يبقى هو اللي ناقذ الاميرة، فبيرمي الحارس اللي معاهم وبيقول له ويكي رودريك Why is it, right? People always scream before they die. العملاق وبيفطر بيه، وبيجي عملاق تاني لرودريك وبيبقى هيفطر بيه، ولكنه بيطلع له من شنطته تاج الملك ايريك. وبنروح لايزابيل اللي بيكون في عملاق حابسها وبيقول لها ازاي وصلت لهنا، ولكنها مش بتجاوبه علشان عارفه ان هما لو عرفوا هينزلوا للارض ويدمروا المملكه بتاعتهم. وبعدين بنرجع لجاك اللي بيقدر ان هو يدخل المكان بتاعهم، وبيروح للعمالقه اللي بيجي لهم رودريك وهو لابس التاج اللي معمول من قلب عملاق، ومش بيقدروا العمالقه ان هما يعملوا له حاجه، وبيبقى رودريك خان وبيسيب الحارس بتاعه وبيقول لإيزابيل تلغي موعد فرحهم لأنه بيبقى عايز السلطة وخلاص يقدر ياخدها، وبيقول للعمالقة إن هما بكرة هينزلوا للمملكة ويستولوا عليها وبعدها باقي الممالك المجاورة. وأثناء ما بيكون الحارس إيلمونت بيتعمل منه فطيرة بيوصل جاك وبتشوفه إيزابيل، وبعدين بيروح جاك لإيلمونت وبيديله سكينة علشان يفك بيها نفسه، وبيحط العملاق إيلمونت على نار هادية وبيبقى بيجهز إيزابيل علشان يعمل منها شيش طاووق، ولكن جاك بيقدر إن هو يحط سكينة في ظهر العملاق. وبيبقى يلمون تفك نفسه وبيقدر جاك ان هو يخلص على العملاق. وبنرجع للملك ابراهام ويل اللي بيقول له جنرال ان المفروض نقطع النبته بدل ما العمالقه يجوا منها وساعتها كلنا هنموت. وبعدين بنرجع لالمونت وجاك وايزابيل وبيكونوا عايزين ينزلوا، ولكنهم بيلاقوا عملاق سدد مكان خروجهم، فبيجيبوا خليه نحل وبيحطوها في القناع بتاعه.
وده اللي بيخليه يودع. وبعدين بيقول ألمونت لجاك وإيزابيل انزلوا انتم، وانه هيفضل هنا علشان يخلص على رودريك. وبيروح للرهبان اللي بيشوفوا خير اللهم اجعله خير عملاق نزل عليهم، وبيشوفوا الملك وبيعرف ان القصص حقيقية، وده اللي بيخليه يقول للجنرال For the sake of the kingdom, cut it down. وبنرجع لألمونت اللي بيشوف رودريك وبيهجم عليه، وبيعمل رودريك باقي بذور الفاصوليا وبتبدأ عركة ما بينهم، وبيقدر ألمونت ان هو يطعنه بالسكينة وبيخلص على رودريك، وبيخرجوا العمالقة وبياخدوا منه التاج، وبيبقى العملاق فالون هو القائد بتاعهم. وبنشوف حراس الملك وهم بيقطعوا النبتة، وبيكون جاك وإيزابيل في الطريق ليهم، وبتبدأ النبتة انها تقع، وبيقدر ألمونت ان هو يلحقها وينط عليها، وبيبقوا العمالقة متضايقين جدا لان فرصتهم ضاعت. وبنرجع لجاك اللي بيقدر انه ينزل مع إيزابيل بالسلامة، وبنشوف ألمونت ان هو بيقدر ينزل في المية. وبعدين بتروح إيزابيل لابوها وبتحكي له على اللي حصل، وبيكافئ جاك بصورة من الدنانير. وبنرجع للعمالقة اللي بيلاحظ قائدهم فالون بذور الفاصوليا اللي اترمت من رودريك، وبيقدروا ان هم ياخدوا كل البذور وبيزرعوها، وبيبدا النبات بتاعها يكبر، وبيقدروا ان هم ياخدوا الطريق للارض. وبيروح لجاك اللي بيلاقي الحصان اللي خده منه الراهب، وبيشوف العمالقة وهم بينزلوا للأرض، وبيروح للملك علشان يحذره، ولكن للأسف العمالقة بيكونوا وصلوا ليهم. وبيحاولوا جماعة الملك ان هم يهربوا للقصر، وبيكون ألمونت ورجالته بيحاولوا ان هم يدافعوا عن القصر ويحموه، وبيقدروا كل الحراس ان هم يوصلوا مع جاك، وبيخشوا القصر وبيقفلوا رجالة ألمونت الجسر علشان محدش يقدر يدخل، ولكن العمالقة بيجيبوا خطافات علشان يفتحوا الجسر. وبيروح للملك اللي بيقول لكل من جاك وإيزابيل يخشوا القصر علشان يضربوا الجرس ويحذروا بقى الممالك. ولما بيوصلوا بيقدر قائد العمالقة فالون ان هو يطلع من تحت الارض عن طريق ان هو دخل لمكان مختصر، وبيستخبى كل من جاك وإيزابيل، وبتكون لسه الحرب بره شغالة. وبنرجع لفالون اللي بيقدر ان هو يلاقي جاك والاميره، وبيفضل يطاردهم. واثناء المطارده بيقدر ان هو يخطف إيزابيل وبيبقى هياكلها، وبيحاول جاك انه يساعدها، ولكن فالون بيمسكه وبيبقى هياكله. ولكن جاك بيفتكر بذره الفاصوليا اللي قدر يخبيها من رودريك، وبيرميها في بق فالون. وفعلا النبتة بتتزرع في معدة فالون وبيموت. وبنرجع للعمالقة اللي بيقدروا ان هم يفتحوا الجسر ويدخلوا للقصر، ولكنهم فجأة بيرموا اسلحتهم وبينحنوا، وساعتها بيقول ألمونت وبنعرف ان جاك لقى التاج اللي كان في ايد فالون ولبسه. وبعدين بنسمع صوت جاك بيحكي وبيقول ان هو اتجوز الاميرة إيزابيل، وانهم قدروا يرجعوا العمالقة لوطنهم وقطعوا النباتات اللي بتوصل ما بينهم. وبعدين بنروح لجاك وإيزابيل، وبنعرف ان هما كانوا بيحكوا اللي حصل لاولادهم. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم، وتعملوا فولو لصفحة فيلم على الطاير ولصفحة احمد سيد الاهل، لان هو اللي كتب الملخص ومنتج الفيديو وسجله كمان. مفيش شابوه.